السلام عليكم، شلونكم طلبتنا الأعزاء؟ إن شاء الله تكونون بخير. نسأل الله السلامة لكم ولعوائلكم. أنا دكتور أمير عدنان، ماجستير كونزرفاتيف من جامعة بغداد. اليوم موضوع وياكم هو الكافيتي لاينر أند سمنت بيز ماتيريال. موضوع جدا مهم، موضوع أكثر شيء عملي، أتمنى تركزون بيه لأن هذا الموضوع راح يبقى وياكم طول عمركم. أساس عملكم، أساس عمل الحشوات، جزء منه هو معرفة اللاينر اند سمنت بيزز. ان شاء الله تكون محاضرة مفهومة، وان شاء الله راح يعني النقاط قدر الامكان نبسطها ونوضحها لكم. بداية راح نبدي بالبيز ماتيريال. من اسمها البيز ماتيريال اللي هي تكون اسفل الريستوريشن، اسفل الفيلينج. هذه البيز ماتيريال هي ثيك ماتيريال تستخدم كثيرمال electrical and chemical barrier to the pulp، يعني تستخدم ببساطة كحاجز بينها وبين الريستوريشن، تمنع التوصيل الحراري، تمنع التوصيل الكهربائي، تمنع انه اي مواد كيميائية مضرة توصل للبلب. فبالنسبة للتوصيل الحراري تعرفون الحشوات المعدنية اللي نستخدمها سواء الامالجام او الكاست ريستوريشن اللي هي الكراونات المصنوعة من متل. فهذا المعدن هو يعني عنده قابلية توصيل حراري عالية. احنا ما نريد انه المريض من يعني يشرب مثلا شيء حار او بارد قبل يروح للبلب يسوي لنا الروتيشن، فلازم نستخدم عازل. هذا العازل هو راح يكون البيز ماتيريال. ايضا اكو قابلية للمعدن بالتوصيل الكهربائي، مثلا عندك ريستوريشن امالجم مثلا سن بالفك السفلي، وعندك بالسن العلوي، وبينات سلايفا اللي هو فلويد، فراح تصير مثل الخلية الكهربائية، راح يقوم السن يوصل كهرباء للبلب. هاي يسموها الجلفانيك اكتيفيتي. طبعا هاي نتخلص منها، نخلي بيز ماتيريال. وموجودة مرات يجيك مريض يقول لك دكتور من اسد حلقي احس نتلة تصير عندي باسناني، فانت اعرف انه هاي الريستوريشن المستخدمين ما خالين جواها بيز ماتيريال جيدة. ايضا قلنا انه لها قابلية انه تحجب الكيميكال irritant to the pulp from the restorative material. المصطلح الثاني اللي هو اللاينر ماتيريال. اللاينر ماتيريال مثل ما تشوفون بالصورة تصير جوا البيز. طبعا مصطلح البيز واللاينر يعني اذا تدورون عليه بالكتب تلقوه controversy، كل مؤلف يسميه شكل، كل مدرسة تسميه شكل. اكو بس بيز ماتيريال يسمون كل المواد يسموها بيز ماتيريال. اكو مدارس لا كل المواد تسميها لاينر ماتيريال او لايننج ماتيريال. بس احنا قدر الامكان يعني نحاول نبسط الامور ونفصل بين المواد الموجودة ونصنفها كبيز وكلاينر. اللاينر هو ثين ماتيريال، يصير يعني اخف من البيز ماتيريال. بروتكتيف بارير بتوين دنتين اند ريستوريشن اند مي هاف ثيرابيوتيك افكتس. اكس سمنت ما عاده ما نخلي سمنت بي ثيرابيوتيك افكت، بس اكو انواع معينه هم لهن ادفانتج وديس ادفانتج. اكو مصطلح يسموه سيلنتس ماتيريال، عاده من اشهر انواع السيلنتس اللي هو الفارنش. هذا وين يخلوه على الوول اوف ذا كافيتي، عكس دنيتش. دنيتش نستخدمهن مثل ما دا تشوفون هنا، هذا سمنت، هذا لاينر، جوا تصير جوا الفيلينج. بس على الوول هنا نستخدم فشي يسموه الفارنش ماتيريال او السيلنت ماتيريال. هذا يمنع المايكرو ليكج، يعني يملي السبيس الموجود بين الفيلينج وبين السن، يسموه توث ريستوريشن انترفيس او كافيتي ريستوريشن انترفيس. هذا يملي على مود يمنع لنا المايكرو ليكج، وموجودة أنواع هواية فارنش بالسوق. إن شاء الله يعني منتجون العيادات بحال الله ربكم إياها. Why base and lining material؟ ليش دي نستخدمهن؟ أتوقع يعني ليش دي نستخدمهن كانت مفهومة من تعريف كل واحد، بس راح نفصلهن أكثر. يستخدمهن كإنسيوليشن مثل ما قلنا، يعني للعزل عكس الأيزوليشن. إنسيوليشن هو مصطلح يطلق للمادة اللي تعزل، اللي تكون عازلة للحرارة والكهربائية، مثل ما تشوفون بالصورة اللي ظهرت هنا. هذه المادة اللي هي مادة عازلة، هنا عندك معدن وجوا معدن وبنصهم يخلون مادة عازلة. اثنين ميكانيكال بروتكشن،
شلون انهم مرات تخليها جوا الفيلنج اللي يحتاج لها اثناء وضعها سترس، يعني مثل الامالجام احنا نسوي له كوندنسيشن، لو انه تحس يعني انه هاي الريستوريشن يحتاج لها سبورت عالي فتخلي لها سمنت بيز قوية تقويها، يعني شيء يسندها، يسند الريستوريشن بالسمنت او البيز اللي تخليه. طبعا مصطلح سمنت وبيز هو نفس الشيء عادة، بس راح اكو اختلاف قليل راح هسه نوضحه. ثلاثة، تستخدم reduce the risk of micro leakage مثل ما سولفنا على الفارنش. تستخدم أيضا في شيء يسموه cementation or of cast or ceramic restoration، هنا راح نسميها looting agent، يعني أنت من تخلي filling راح تسميها base material، بس من تخلي crown low bridge هنا راح تسميها looting agent cement agent. واضح الفرق بين base والcement؟ من تستخدم جوا الحشوة، جوا الفيلنج العادية under ordinary filling it's called base material, but when we use it with a crown to place crown or to fix a crown and bridge restoration it's called looting agent or cementing agent. أتمنى يكون الفرق واضح. خمسة، نقطة الخامسة، تستخدم as pulp capping material، وتعرفون شنو أتوقع أخذتوا pulp capping أو راح تأخذوها في شيء يسموه إنه تغطية العصب direct pulp capping، وعندنا indirect pulp capping. عادة يستخدمون lining material اللي هو calcium hydroxide mostly common used. Some of these material have bactericidal and bacteriostatic properties such as when silver or copper salts are added to zinc phosphate cement. عادة يعني اكو مواد لها قابلية انه خلينا نقول possess antimicrobial activity، وراح نتعرف عليها واحدة واحدة بالتفصيل إن شاء الله. هذه الصورة اللي طلعت إنه شلون راح نخلي قلنا looting agent، هذا crown تشوفوه بالصورة، هذا crown وهذه cement material. هنا أنا أيضا هذه الصورة راح توضح لنا الكابينج، شوفوا هذه الماتيريال هنا اللايننج استخدمناه، وهنا صاير عندنا exposure of the pulp so it's used here as direct pulp capping materials. زين احنا هسه عرفنا شنو يعني بيز وشنو لاينر، وهسه نريد نجي نستخدمهم. راح واحد يعني دكتور يعني زين شلون احسن مادة اني افضل مادة اشتريها؟ يا هي هواي اكو انواع من البيز ماتيريال واكو انواع من اللايننج ماتيريال، يا هي افضل شيء. فهنا الايديال بروبرتيز اوف بيز اند لايننج ماتيريالز، يعني احسن المفروض المادة اللي تشتريها شنو موجود بيها. اول شيء لازم تكون كومباتبل ويا من؟ ويا الريستوريشن ماتيريال. يعني مو تجيب بيز ماتيريال مثلا لها تأثير سلبي على الحشوة اللي راح تحطها، خصوصا راح نسولف على اشياء راح تتعارض ويا حشوه الكومبوزيت مثلا. النقطه الثانيه نوت اريتيت ذا بالب، يعني انا ما اريد امنع شغله اسبب شغله اسوء منها، انه امنع اريد امنع الريستوريشن تؤدي العصب، لا انا اجيب سمنت هو يؤدي العصب، لا هذا شيء ما مقبول. لازم يصير انسوليبل ان اورال فلويدز، مو اخليها وذا شويه لاحة سلايفول وشي دخل لها انه رأسين يصير بها ريزوربشن. لازم sufficient physical strength، ليش؟ لان على مود قلنا هاي الماتيريال هي راح تكون ساندة للريستوريشن، فلازم عندها قوة كافية حتى تأدي هذا الغرض. prevention of heat and cold conduction مثل ما سولفنا، لازم good insulation، يعني should have bacteriostatic effect، should improve marginal seal and have sealing ability، حتى شنو؟ حتى ما يصير عندك مايكرو ليكج، لان عاده من تخلي الريستوريشن راح يصير اكو جاب بينها وبين التوث، فلازم هاي الماده اللي نستخدمها تسوي لنا سيلينج لهذا الانترفيس. it should easy to manipulate and apply، يعني مو انا على مود اخلي بيز ماتيريال اكل نص ساعه لو اكل ساعه على مود احضر البيز ماتيريال واخليها، لا لازم سهله التحضير والاستعمال. it should be radio opaque and x-ray، حتى اعرف انه هنالك سمنت ماتيريال اني مستخدمها، يعني مو تبين انه منطقة شفافة وما مبين شنو مخلي سمنت لو ما مخلي. زين بيز اند لاينر ماتيريال، اش وقت استخدم البيز وش وقت استخدم اللاينر وش وقت استخدمهن اثنيناتن؟ تقدر مرات تخلي بيز مرات تخلي لاينر مرات تخليهن اثنيناتن، هذا على شنو يعتمد؟ راح يعتمد على extent and location of the preparation، يعني
طبعا راح ناخذها بالمحاضرة القادمة إن شاء الله، يعني درجة التحضير، العمق مالته، كبر الكافيتي، ونوع الريستوريشن اللي أنت راح تستخدمها. شنو نوع الريستوريشن؟ على ضوءها راح تقدر تختار السمنت اللي تستخدمه أو اللاير ماتيريال. الدنتال سمنت مثل ما قلنا، السمنت والبيز نفس المصطلح، بس يختلف بس بالاستخدام، هذه بالكراونات، هذه بالفرنجات. يقسم إلى نوعين، تايب 1 تايب 2. التايب 1 اللي هو أسيد بيز ماتيريال يسموه، يعني يعتمد على تفاعل الحامض والقاعدة. النوع الثاني اللي هو يسموه الرزن بيزد، يعني المعتمد على الرزنات، على الأصماغ، الرزن يعني صمغ. فراح نتناول بالبداية النوع الأول اللي هو صراحة يقل استخدامه يوم على يوم بعد يوم. الباودر يجي على شكل باودر وليكويد. الباودر عادة يكون هو البيز اللي هو بيزك ميتال أوكسايد أو سيليكيت، والليكويد يكون أسيدك اللي هو حامضي، يعني ذاك القاعدة وهذا الحامض، الليكويد الحامض والباودر هو القاعدة. راح يسوي لنا، طبعا تدرون من فعل حامض وقاعدة شو يسوي لنا؟ يسوي لنا أملاح، ملح ومي عادة يعطي، بس هم مسوين فد يعني بالتركيب فد يعني تعديلات معينة بحيث ما ينتج لك مي، فراح يطلع لك بس الملح اللي هو راح يكون as the cementing matrix. شوفوا هنا بالصورة إذا تنتبهون، أغلب البيز اللي هو اللي نستخدمه اللي هو يسموه زنك أوكسايد، زنك أوكسايد، وتجي تضيف للحامض. إذا تضيف للحامض إيجينول راح يعطيك فشي يسموه زنك أوكسايد إيجينول سمنت، هذا زنك أوكسايد إيجينول سمنت. تستخدم الزنك أوكسايد نفسه بس تحط له الحامض مالته فوسفوريك أسيد راح يعطيك زنك فوسفيت سمنت. شوف حسب الحامض اللي تضيفه، أغلب البيز اللي نستخدمه هو زنك اوكسايد، بس تحط له حامض راح يصير التسميه معينه. اذا اضيف للحامض مالته بولي اكريليك اسيد راح ينطيك فشي يسموه زنك بولي كاربوكسيليت سمنت. فهسه صار عندنا زنك فوسفيت سمنت، زنك بولي كاربوكسيليت سمنت، اند زنك اوكسايد ايجينول سمنت، اعتمادا على الاسيد اللي راح تستخدمه. اول نوع اللي راح نتناوله اللي هو زنك فوسفيت سمنت. الزنك فوسفيت سمنت مثل ما تشوفون هنا صورته، الباودر مالته يتألف من زنك أوكسايد مثل ما قلنا هناك بذاك السلايد قبله، كله زنك أوكسايد يعني الميتال أوكسايد، وراح يضيفوا له مغنيسيوم أوكسايد and سيليكون أوكسايد. هذا الباودر. الليكويد شنو؟ مثل ما قلنا الليكويد مالته فوسفوريك أسيد أو أورثو فوسفوريك أسيد، مرات يسموه 40% with metallic salts، راح يعطينا يعني يكون لنا هم املاح معدنيه. طبعا هذا الزنك فوسفيت سمنت هو من اشهر انواع السمنت، واكتشفوه من زمان كلش، يعني من 1800 تقريبا هيجي، يعني اتس ذا اولدست تايب اوف ذا سمنت اند يعني لحد الان يستخدموه. لحد الان اكو اطباء يفضلوه يستخدموه لان هو له فد خصائص جيده نوعا ما. شلون راح يصير السيتنج رياكشن مالته؟ شلون راح يصير التفاعل؟ يصير التفاعل انه بس انت تجيب الباودر تخليه ان كونتاكت ويا الليكويد، راح يصير لك عند السمنت سمنت ماتريكس راح تصير عندك. والذرات اذا تشوفوها هنا الذرات تبدي تتفاعل ويا الليكويد، وبالاخير راح ينتج عندك نتورك اوف زنك فوسفيت surround incompletely dissolved particle of zinc oxide. هذا الزنك اوكسايد نفس الباودر اللي استخدمناه راح يكون محاط بشبكة من الزنك فوسفيت سمنت اللي هو الزنك اللي يتفاعل ويا الفوسفوريك اسيد الليكويد، يعني اكو ذرات تفاعلت ويا الليكويد وراح تحيط اكو ذرات ما متفاعله. شوفوا ان رياكتد زنك اوكسايد. هذه الفيلر هذه طبعا هي اللي راح تقوي السمنت، تصير الفيلر ماتيريال. شنو فائدة هذا السمنت؟ شنو الادفانتجز مالته؟ اول شغله ايزي تو مانيبيوليت، يعني كلش سهل من تستخدمه، ما بيفد صعوبه. هاي سترينث، كلش هاي سترينث، يعني السترينث الميكانيكال بروبرتيز مالته از فيري جود، من خصوصا من تستخدمه از بيز ماتيريال اند اولسو از سمنت ماتيريال. جود ميكانيكال ريزيستنس تو اوكلوزال تروما اند جود بروتكشن اجينست ثيرمال شوك. مثل ما قلنا هو لازم يشتغل انسوليتر، فهو جود انسوليتر. شو وقت استخدمه؟ تقدر تستخدمه بيز ماتيريال اندر هاي كومبرسيف سترينث، يعني عندك امالجم ريستوريشن تريد تسوي له كوندنسيشن، فيحبذ تخليه زنك فوسفيت سمنت لانه يتحمل الضغط، او عندك
كراون أو لو برج مسافة طويلة وتحس الأبوتمنت مالتك الأسنان اللي يقعد عليها يعني ضعيفة أو ما راح تسند الجسر بصورة صحيحة، فتستخدم أس سمنت ماتيريال. يستخدموا تمبوراري سمنت مرات إذا عندك برج جسر بس تريد تلزقه بس بصورة مؤقتة، يعني ما تريد يعني بيرمننت سمنت خلينا نقول، فبس بصورة قليلة يستخدموا لأن صعب تشلعه. إذا خليته هذا السمنت بصعوبة جدا ينشلع ورا فترة. يستخدموا لوتينج ماتيريال خصوصا للكاست ريستوريشن يعني المتال ريستوريشن. وايضا يستخدموا اكو شيء يسموه الاورثودونتيك باندز. الاورثودونتيك باندز يعني فد باند اهل الاورثو يستخدموه جماعه التقويم يخلوه على الاسنان حتى يربطون عليه جهاز الاورثو. هذا يعني راح يعني يستخدموه في شيء يسموه انكرج، يسند الجهاز التقويم، فلازم يثبتوه بسمنت قوي. اغلب شيء يستخدمون زنك فوسفيت سمنت. راح نجي لفد شيء اسمه المانيبيوليشن. مانيبيوليشن يعني شلون راح تتعامل ويا السمنت، شلون راح تخبطه، شلون راح تخليه. اول شيء لازم تخبطه على تسوي له ميكسينج على كولد سلاب، يعني السمنت سلاب اللي راح تستخدمها لازم تكون بارده، وراح نحكي على هذا الموضوع بالتفصيل. ليش؟ لان هذا التفاعل مالته يصير اكزوثيرمينج، يعني يبعث حراره، باعث للحراره، فهاي الحراره اللي راح تطلع من التفاعل راح تعجل من التفاعل بحيث ما تعطيك وقت انه هو تخلي السمنت بالكافيتي، يعني راسا يصير ست بالسمنت. هذا راح يقلل لك الوركينج تايم. احنا لازم الوركينج تايم يصير مناسب لك بحيث انت تخبط وتشيل وتسوي له ادابتيشن بالكافيتي بوقت يسمح بهذا الشيء. بس اذا الوركينج تايم مالته او السيتنج تايم مالته قليل راح تلقى روحك بس تخبط راسا صار ست، فما هنا ما راح نستفاد شيء. فلازم انت شو تسوي؟ تبرد السلاب اللي تستخدمه حتى يطول عندك الوركينج تايم. بالنسبه للباودر ليكويد ريشيو، يعني دكتور ايش قد اخلي باودر ايش قد اخلي ليكويد، هاي طبعا راح تقرا ريكومنديشن مال الشركه. كل سنه تشتري يجي ويا ليفلت لازم تقراها حتى تشوف ايش قد نسبه الباودر للليكويد. بس عموما كل ما تزيد الباودر كل ما تزيد الميكانيكال بروبرتيز، يعني انت كل ما تزيد باودر بالنسبه للاسيد اللي راح يتفاعل وياه راح يصير عندك السمنت اقوى، زين راح انكريز ذا ميكانيكال بروبرتيز. يعني عباره الرفرنس اللي انا مستخدمه يقول مور ديزايربل بروبرتيز. بالنسبه للليكويد، لازم الليكويد مال السمنت اذا ما تستخدمه لازم تغطيه. ليش؟ لانه اي هيوميديتي بالجو راح تدخله، راح السمنت يمتص الووتر مثل ما قلنا هو اسيد بيس، يعني هو هذا يعني اسيد ماتيريال عفوا، فراح يمتص الووتر، راح ايضا يقلل لك من السيتنج تايم، يعني الووتر راح يدخل ضمن التفاعل ويقلل لك وقت الوركينج تايم. بالنسبه للميكسينج بروسيجر، لازم تخلي مثل ما تشوفون هنا، لازم تخلي الباودر على شكل قطع تجزأ أجزاء، وأيضا الليكويد على شكل أجزاء، وتبدي تخبط جزء جزء على السمنت سلاب، يعني وايد أريا. لازم ليش وايد أريا؟ وايد أريا حتى الحرارة اللي دا تصير كلها أنت تضيعها، كل ما تفرش السمنت زايد كل ما الحرارة تتطشر زايد، كل ما ذرات الباودر تتفاعل ويا الليكويد بصورة أسهل مما انه تتكتلها بمنطقه صغيره، راح يصير قسم متفاعل قسم ما متفاعل. ف it must be distend on wide area. هذه العباره اللي هي ذكرتها قبل شويه، it must mixed must be mixed over a large area حتى يضيع الهيت وحتى تتفاعل ذرات الباودر ويا الليكويد بصوره افضل. زين، انت قلنا هذا الزنك فوسفيت يستخدموه سمنت ماتيريال ويستخدموه بيز ماتيريال. بالسمنت ماتيريال انت تريده شويه فلويد، اكثر فلويديتي اكثر مما بيز ماتيريال. ليش؟ لان انت راح تخليه جوه الكراون وتكبس الكراون، فاذا انت مخليه ثيك الكراون ما راح يقعد بصوره صحيحه، لازم يصير اللوتينج ايجنت او السمنتينج ايجنت يصير ثن حتى يصير فلويد، حتى من تكبس الكراون يقعد بصوره صحيحه وتبقى طبقه خفيفه من السمنت بين الكراون وبين التوث. بس من تريده كبيز، لا انت تريده كعازل، وهنا لازم تستخدم يعني تقريبا من نص
إلى 1 مليم بيز ماتيريال، فلازم هنا تخلي باودر أكثر بالنسبة لما تسوي ميكسينج. عادة الميكسينج تايم مالته من 60 إلى 90 ثانية، يعني دقيقة عندك إنه هذا يسموه الميكسينج تايم، وراها راح يبدي يصير سيت، فأنت تشيله وكون تخليه بالكافيتي. بالنسبة للشغلة الإكزوثيرميك رياكشن، سووا طريقة سموها مثل ما تشوفون فروزن سلاب ميثود، هاي حطيت لكم صورة فروزن حتى ما تنسوها، يسموه فروزن سلاب ميثود، انه يجيبون السمنت سلاب يحطوها بالثلاجة ويحطوها بالفريز بين درجة حرارة 6 سيليزي الى ناقص 10 سيليزي، تطلعها جامدة تخبط عليها السمنت راح يعطيك مور وركينج تايم، يعني جدا يفرق الوركينج تايم عندك من تبرد السمنت سلاب، فقاموا يستخدمون الفروزن سلاب ميثود. مثل ما تشوفون الصورة هذه اي انه شلون حاط السمنت على شكل اجزاء، بعدين يبدي يدخل يخبط واحدة واحدة، هسه استخدم هاي بعدين راح استخدم الثانية بعدين الثالثة واخر، شوف هاي اخر شيء هنا سواها صار عنده مثل الفلويد، بعدين يسويه على شكل بول، يسوي له رولنج بايده، هسه الطريقة راح نحكيها، وبعدين يخليها بالكاب. بالنسبة للانسيرشن هاي جدا مهم، طبعا هذا السمنت اللي راح تستخدموه بالعيادات مالتكم يعني سنة صف رابع وخامس ان شاء الله. التوث must be dry، هذه نقطة جدا مهمة، يعني ما يصير السلايفة مطفحة بالسن والتجيب السمنت تريد تخليه، هذا شيء خطأ ما راح يصير عندك، يعني السمنت ما يثبت بصورة صحيحة. قلنا السمنت تسويه طوبة على شكل طوبة، يصير رول between the thumb and fourth finger، تسوي على شكل طوبة، بعدين تخليه بالبراسية بالبروب، جيب بروب يجي تدخله بال يعني بالتيب اوف ذا بروب، بعدين السمنت تستخدم تريد تخلي السمنت خصوصا مثل هاي، شوفوا ساعدنا هنا كلاس 2، كلاس 2 اول مرة لازم تخلي السمنت هنا، خلي نختار غير لون، تخلي السمنت هنا اول مرة بالكلاس 1، وبعدين تملي هذا الجزء اللي هو الاكزيال وول، فتستخدم اش 49، خلي امسح هذا حتى تستخدم اش 49 اللي هي هاي الاش 49، تجي تسوي ادابتيشن للسمنت، شوفوا هسه شلون مثل الحركه اللي دا نسويها ادابتيشن للسمنت، تفرشه بالكلاس 1، خلص الكلاس 1 بعدين تخلي السمنت على اكزيال وول، تستخدم اش 6 مثل هاي الحركة تسوي له adaptation على الوال على axial wall، فإذا تستخدم هنا الأرش التب مالتها ال 49 تستخدمه بالكلاس 1، التب مالتها ال 6 اللي هي تصير مثل الاسباتشولا يسموها مرات تستخدمها حتى تسوي adaptation على axial wall. لازم ورا ما تخلص السمنت تطلع لك هاي الصورة، يعني شوفوا هاي هذا الأصفر أنا محدده هنا السمنت، شوفوا لازم الجنجايفال سيت هذا، العفو هذا الجنجايفال سيت لازم ما بي أي سمنت، أي سمنت ما بي، زين نجي على الوولز لازم أبد نظيفة ما بيها سمنت، السمنت بس على الفلور وعلى الأكزيال وول مثل ما تشوفون هنا صاير على الأكزيال وول. إيش نستخدم؟ نستخدم سمول إكسكافيتر، سبون إكسكافيتر، اي شيء صاعد على الوول لو نازل على هذا الفلور احنا ورا ما يصير ست السمنت نجي نشيله بالاكسكافيتر، او تريد بالهاند بيس او تريد بالتورباين حسب انت استخدام حسب تفضيلك يعني، بس المهم من نجي نشوف الكافيتي يكون ما القى شيء صاعد على الوولز ولا على الفلور ولا على هنا هذا الجنجايفل سيت يسموه هذا وياه. اوكي متفقين؟ ملاحظة، لازم الكافيتي قلنا دراي، ايش وقت ديورينج مانيبيوليشن من تخبط السمنت لازم انت مسوي قبلها مسوي دراينس، اثناء الانسيرشن اند 2 مينتس افتر بليسمنت اوف سمنت، يعني حتى السمنت لما يصير يبدي يصير ست ولما يكمل يصير كومبليتلي ست، انت المفروض الكافيتي عندك دراي وسلايفه ما تلوح المكان. اكو هنا كلينيكال اند بايولوجيكال كونسيدريشن، يعني اكو اشياء سريريه لازم تراعيها، انه هذا السمنت هو لو انيشال acidity، يعني هذا السمنت من تحطه بالبدايه بيه فسفوريك اسيد، الفسفوريك اسيد الاسيديتي مالته عاليه راح تاذي البلب، راح تسوي الروتيشن البلب خصوصا باول ساعات، بعدين لما يكمل السيتنج رياكشن مالته
راح تقل البي اتش مالته. فاني شو اسوي عاده اذا الكافيتي ديب والدنتين عندي قليل، فاني اخلي لاينر ماتيريال، اخلي لاينر ماتيريال جواه حتى امنع الاسيديتي مال هذا السمنت. النقطه الثانيه انه هذا السمنت ما راح يصير له كيميكال رياكشن ويا او كيميكال بوند ويا التوث، يعني ما يلزق ويا التوث كيميكالي، لا راح خلينا نقول يلزق على التوث او يصير له بوند ويا التوث عن طريق مصطلح يسموه مايكرو ميكانيكال. شوفوا هذه الاخاديد، هذه الحفر، هذا التوث، هذا الدنتين، هاي الدنتانال تيوبيول، يجي هذا السمنت يدخل بيها يتعشق بيها زين. فهنا صار يسموه مايكرو ميكانيكال بوند، راح أشرها بالأصفر حتى تبين مايكرو ميكانيكال بوند وليس كيميكال بوند. بقت هنا نقطة أنه البحوث الجديدة شافوا دي يضيفوا له مواد يسموها البايو أكتيف جلاسز، هذه اللي يسموها أكتيف سيراميكس، أنه مثل راح نسمي صوديوم دايوكسيد، كالسيوم أوكسيد، فوسفورس سيليكيت، ذني كلهم راح يضيفوهن. ليش؟ ذني المواد اللي قابلية تتحرر منهن آيونات، خصوصا كالسيوم والفوسفور والسيليكيت، ذني تتحرر منهن آيونات ترتبط بالكالسيوم الموجود بالدنتين زين، بالهيدروكسي أبتايت الموجود بالدنتين، فيسموها بايو أكتيف ماتيريال. هذه راح تعطي يعني كيميكال بوند وبالإضافة للميكروميكانيكال بوند اللي هو موجود عنده، والشغلة الثانية شافوا تقلل الانيشال أسيديتي مالته، يعني صار أكثر آمن أنه تستخدمه بدون لاينر، واضح؟ فهذه يعني مواد جديدة أضافوها حتى يحسنون من الزينك فوسفيت سمنت. The other type of cement is zinc oxide ignal cement. هذا شنو السمنت؟ هذا مشتق من الكلوفز اويل، يعني من زهرة القرنفل. طبعا بميزة حلوة انه has topical anesthetic properties، يعني بي sedative effect على البلب، يعني اذا عندك مثلا بلب صاير بي irritation او انفليمد بس بمرحله الريفرسبل، كلش مفيد انه يسكن الالم. ودائما راح تشوفون يجيك المريض يقول لك دكتور كان عندي الم باسناني البارحه وخليت له شويه قرنفل وهدا سني، هاي هواي راح تسمعوها وتصادفوها. سيتنج تايم مالته كلش طويل اكثر من الزنك فوسفيت، وبس مشكلته انه insufficient compressive strength، يعني هاي المشكلة الاساسية مالته. بعدين هم ضافوا له اشياء انه تقوي، مثل ما تشوفون هسه هذه بالصورة اكو reinforced zinc oxide ignal cement، يعني ضايفي له اشياء بحيث يريد يزيدون compressive strength مالته. properties neutral pH، pH مالته متعادلة، يعني تقدر تستخدمه قريب البلب، وبالعكس من تستخدمه قريب البلب تحصل نتائج جدا حلوة من ناحية البين ريليف. الثانية sedative effect to the pulp، نفس اللي حكيناه، ما يحتاج لاينر، يعني so used without any varnish or liner underneath it، لأن هو أصلا بثيرابيوتيك effect، فيعني تقدر تستخدمه سمنت ولاينر بنفس الوقت يشتغل. radio opaque excellent seal against leakage، دائما احنا نستخدم الزنك اوكسايد ايجينول جوا التمبراري ماتيريال، يعني مثلا انت تريد تلبس المريض تمبراري كراوند او تمبراري بريدج على ما يكمل البيرمننت بريدج مالته، فتلزق بزنك اوكسايد ايجينول لان انت محضر الاسنان مسوي له بريباريشن، فهاي الاسنان راح يصير بيها خلينا نقول مثل الانفلاميشن، يعني البلب يتهيج، فانت تخلي زنك اوكسايد ايجينول بي سيداتيف افكت، وبنفس الوقت السيلينج مالته عالي بحيث ممتاز من تستخدمه as temporary material. استخداماته، اول استخدام شوفوا use as temporary restoration. احنا كل سمنت، يعني انا بالمحاضرة توخيت انه احط لكم النقاط السريرية العملية، ماكو داعي من الحكي النظري الزايد اللي بعدين كله ينسي وتجي توقف تريد تخلي سمنت تحتار يا سمنت تخلي. فكل سمنت دا ركز على الجوانب العملية بيه حتى تعرف وين تستخدمه، يعني إجاك temporary bridge temporary crown تفكر بال zinc oxide ignol مثلا، إجاك سن بي مثلا سويت له preparation وحطيت TF، إجاك الجلسة الجاية أكو P
pain. تريد تسوي له relief تخلي زنك أوكسيد إجينول. واضحة الفكرة؟ التايب موديفايد ماي بي يوزد از كراون بريدج سيمنت مثل ما قلنا اكو بي موديفيكيشن واضافوا له رينفورسمنت وتقدر تستخدمه از لاينر قلنا يشتغل سيمنت ولاينر يعني بيز ولاينر بنفس الوقت ومرات يستخدمه از ان ذا دونتيك سيلر ليش لانه هو بي سيداتيف افكت وبنفس الوقت السيلينج مالته عالي بعد يستخدم از بيز إيش وقت reduce discomfort patient associated with palpitis هاي أيضا حكينا هالنقطة قلنا مريض عنده palpitis تقدر تخلي ليه as a base بس أكو نقطة جدا 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 مهمة اللي إن شاء الله راح تشتغلون composite بحياتكم المستقبلية ما يصير تخلي zinc oxide eugenol must not be used as base material when under resin restoration يعني من تخلي حشوة ضوئية ما يصير ثلاث مرات أعيدها إنه تستخدم الزنك أوكسيد إيجينول as base material ليش؟ لأن هذا الإيجينول راح يمنع البوليمرايزيشن مع الطبقة اللي هي تصير in contact with cement ما يخلي يصير بيها polymerization يعني أنت تتخلي restoration أو filling ما صار بيها curing كامل واضح؟ بعدين تدخل بمشاكل مايكروليكج وسكندري كيريز ويجوز الفيلنج توقع ورا 3 ايام 4 وتخيل موقفك شلون يصير قدام المريض انه انت مخلي حشوه 3 ايام وتوقع فرجاء الزنك اوكسيد ايجينول ما يصير يستخدم ويا الرزن نوع الاخر زنك بوليكاربوكسيليت سمنت هذا صراحه سمنت يعني جدا لطيف سبلاي باودر وليكويد الباودر مالته زنك اوكسيد مثل ما قلنا قبل شوية قلنا أغلب السمنتات هي زنك أوكسايد باودر والأسيد يختلف الأسيد مالته يا أما ووتر لو ووتر سوليوشن أوف بولي أكريليك أسيد يعني يجيبون بولي أكريليك أسيد ويخلوه ويا المي بنسبة 32-42% زين مرات يجيبون البولي أكريليك أسيد ويضيفوه وين على الباودر يعني خلينا نقول ينقعوه بالباودر مسبقاً بس يصير التفاعل ويا من التفاعل ويا الووتر يعني مرات هذا السمنت الزنك بولي كاربوكسيليت يجي ليكويد مالته بولي اكريليك اسيد لو البولي اكريليك اسيد يضيفوه على الباودر مسبقا يتفاعل ويا يغطيه بدرجه خفيفه والليكويد يصير مالته بس ووتر واضحه الفكره لان هو اصلا الليكويد متالف من ووتر وبولي اكريليك اسيد البروبرتيز مالته هذا السمنت بخاصية الكيميكال أدهيجن للإنامل والدنتين عكس الزنك فوسفيت سمنت والزنك أوكسيد إيجينول دنيتش قلنا مايكرو ميكانيكال بوند لا هذا أصلا كيميكال أدهيجن يصير به ويا الهيدروكسي أبتايت والكالسيوم اللي موجود بالسن بالدنتين والإنامل ملاحظة مهمة الموليكيول مالته البولي أكريليك أسيد الموليكيول مالته حجمها كبير have large size لذلك ما تخترق الدنتانر تيوبيول ف less irritation to the pulp عكس الزنك فوسفيت قلنا يصير irritant لان الاسيديتي مالته عاليه والذرات الاسيد راح تخترق الدنتين هنا لا المولكيول مالته راح تصير كبيره فما تنفذ من خلال الدنتانر تيوبيول الirritation مالته اقل من الزنك فوسفيت او اصلا يعني ما يسوي يعني irritation بس ما بنفس الوقت ما بي سيداتيف افكت مثل الزنك اوكسيد جنول يعني لازم تفرقون بين كل سمنت حتى تعرف ايش وقت تستخدمه صح هي المساله مزعجه بس مهمه شورت سيتنج تايم 2 الى 6 2 الى 6 مينيتس سمنت سنسيتيف تو ديسنتجريشن اند سوليبيليتي مور ذان زنك فوسفيت سمنت يعني شنو يعني هذا يتطلب دراي فيلد لازم تعتني بالدراينس حتى اكثر من الزنك فوسفيت ليش لانه بس يلوحه قطره سلايفا او ووتر وبعده هو اثناء الميكسينج لو اثناء البليسمنت لو اثناء السيتنج تايم مالته راح يصير بي ديسنتجريشن وسوليوبيليتي عاليه ايش وقت نستخدمه لوتينج ايجنت هواي يستخدموا لوتينج ايجنت كلش هواي بيز ماتيريال زين واورثودونتيك سيمنتيشن باند شوفوا هنا فرقوا ما استخدمنا لايننج ماتيريال ولا زنك فوسفيت استخدمنا لايننج الزنك أوكسيد إيجينول استخدمنا لايننج يعني صار بيز ولاينر بنفس الوقت دني الاثنين لا بس بيز
ملاحظة polycarboxylate are not as strong zinc phosphate but are less retained to the pulp. يعني انت راح تشنو من هاي المعلومة، تعرف اذا عندك منطقة تحتاج بها هاي ستريس زين وبنفس الوقت بعيدة عن البلب تختار الزنك فوسفيت، منطقة لا تحسها ديب قريبة للبلب وما عندك هايلي اوكلوزال فورسز لو هاي ستريس مثلا ما راح تخلي تحتاج تسوي كوندنسيشن عالي للأمالجا، فهنا تستخدم الزنك بوليكاربوكسيليت. السمنت الرابع هو اهم نوع من انواع السمنت من اللي ذكرناهن كلهن، واللي اكثر شيء حديث واللي اكثر شيء يطورون به واكثر حكي البحوث حاليا عليه واكثر الاستخدامات بدأت تصير على جلاس يسموه جلاس ايونومر سمنت. جلاس ايونومر سمنت جي اي سي، اختصار جي اي سي هواي راح تسمعون به، بي باودر وليكويد، مرات يجي على شكل كبسول اذا تشوفون بالصوره هسه هنا هذه كبسولات وهنا باودر وليكويد. خوش باودر وليكويد تخبطه بالسباتشولا والكبسول تحطه بالجن مالته، هنا جاي باودر وليكويد. اسمه العلمي الاوفيشال نيم الرسمي المسجل بالانترناشنال ستاندردز اورجانيزيشن يعني الايزو، سامعين منظمة الايزو، اسمه جلاس بولي الكانويت سمنت، بس الاسم التجاري مالته الجينريك نيم اسمه جلاس ايونومر. الباودر مالته هنا مو زنك اوكسايد، انا ليش قلت هذا السمنت مهم لان هو التركيبه مالته تختلف عن ذنيج. باودر مالته مركب من فلورو الومينو سيليكيت جلاس، الليكويد مالته تقريبا 50% 47% بولي اكريليك اسيد ويضيفوا له تارتريك اسيد بنسبه 2:1 انكريز وركينج تايم اند امبروف سيتنج رياكشن تو ذا سمنت. يعني مؤلف من الاسيد مالته بولي اكريليك اسيد بس الباودر اللي هو فلورو الومينو سيليكيت جلاس، ركزوا على فلورو جاي من فلورايد يعني يعطينا فلورايد، الومينو سيليكيت جلاس دني مواد اخذناها هنا بايو اكتيف ماتيريال يعني مواد خلينا نقول معادن يعني مفيده للاسنان، راح نعرف شلون هذا مفيد للاسنان بعدين. وين نستخدمه؟ بيز ماتيريال حلو، بعد لوتينج ماتيريال، وحتى تستخدمه مرات هم لايننج ماتيريال، تقدر تستخدمه بيز ولاينر، والافضل انه يعني اكثر شيء يعني خلينا نقول يستخدموه ويا الكومبوزيت ماتيريال. Also be used as filling material، اكو انواع مطوره من عنده تستخدم الفيلينج ماتيريال خصوصا بالبيدو بالاطفال، تقدر تستخدم الجي اي سي او المناطق اللي ما تقدر تسوي بها ازوليشن قوي حتى تخلي كومبوزيت ماتيريال بس وما تحتاج بنفس الوقت فورس، مثلا عندك سن ماكو قدامه اجونست يعني ماكو سن قدامه فما عليه اوكلوزال فورسز وبنفس الوقت صاير بعيد، لو رايت مثلا ما تقدر تسوي ازوليشن او تخلي رابر دام وما تريد تخلي امالجام فتقدر تستخدم الجي اي سي فيلينج. بأنواع طبعا راح ناخذها مسوي لها موديفيكيشن. شنو خصائصه؟ كومبرسيف سترينث مالته جدا عالي حتى اعلى من الزنك فوسفيت سمنت. جي اي سي هاي مشكلته very sensitive to contact with water during setting، يعني ما يصير يلوحه سلايفا اور ووتر خصوصا اثناء السيتنج تايم مالته، والسيتنج تايم مالته يطول يعني اكو انواع يطول حتى بالساعات يعني ساعتين ثلاثة هيجي، فتكون هاي الفترة كلها انت مخليه دراي. فشي يسوون اذا انت دا تستخدمه as filling material وتريد تنتظره، عادة as filling material اذا تريد تخليه كبيز setting time مالته 7 دقائق، فشي تسوي؟ تغطيه بطبقة من الفارنش. ما عندك فارنش زين تقدر تخلي مواد مثلا هيدروفوبيك ماتيريال اكو يستخدموها، مرات يستخدمون جليسرين مرات يستخدمون فازلين بس عادة يخلون عليه فارنش منها لمدة 7 دقائق. جي اي سي بميزة كلش حلوة اللي هي خلتها تتفوق على السمنتات البقية، هن ميزتين صراحة، اول شيء هو كيميكال بوند ويا السن مو مايكرو ميكانيكال بوند، لا كيميكال انه يحرر ايونات اللي هي الكالسيوم والفوسفيت وترتبط بالكالسيوم والفوسفيت الموجودة بالانامل والدنتين، هذا شيء جدا مهم يسوي كيميكال بوند. النقطة الثانية المهمة ريليس اوف فلورايد، يعني انت من تخليه هو يسموه مرات ريسيرفوار، ريسيرفوار يعني مخزن انه يعطي فلورايد يغذي السن خصوصا اذا عندك منطقه تستخدم اندايركت بالب كابينج
لو عندك منطقة بالكلاس 5 خصوصا، منطقة بالسمنتام، هو أصلا يسوي كيميكال بوند وبنفس الوقت يحرر فلورايد. فهاي الميزة طبعا راح تعطيه أنتي كاريوجينيك إفكت، بكتيريوستاتيك بكتيريوسايدال إفكت. واضح الفكرة؟ لذلك هذا السمنت بدأوا يشتغلون عليه، وهسه حاليا most common use سمنت هو الجي آي سي. اكو نقاط كلينيكال لازم تراعوها. هذا السمنت من تستخدمه كلوتينج ماتيريال، يعني شنو لوتينج؟ يعني لزقنا بيه كراون، لزقت بيه كراون لو سمنت، تستخدمه يا عاده بتروليوم جل اللي هو شنو الفازلين، تستخدمه يا فازلين تحطه حمايه له على مود ما يلوح ووتر اثناء السيتنج تايم مالته. من تستخدمه لوتينج السيتنج تايم يطول مالته، يطول تقريبا ربع ساعه نص ساعه حتى مرات ساعه اكثر. فانت تخلي له فازلين لازم حمايه له، لو تريد تخلي له جليسرين لو اي شيء هيدروفوبيك ماتيريال، بحيث من تجي السوائل القريبه عليه ما تسوي له ديسنتجريشن وهو بمرحله الستنج. قاموا سووا له موديفيكيشن، لان هو يعني هم نحتاج خلينا نقول نزيد الفيزيكال بروبرتيز والميكانيكال بروبرتيز مالته. اضافوا له شيء يسموه سيلفر بلاديوم الوي، سيلفر بلاديوم الوي، صار منتج اسمه سيرمتس. بعدين ضافوا له رزن، صار اسمه رزن موديفايد جلاس اينومر. هذا هواي راح تسمعون بيه وراح تستخدموه يعني بالعيادات، ساراويكم صورته. هو الجلاس اينومر نفسه بس ضافوا له رزن، يعني البوليمرايزابل رزن، على مود شنو؟ على مود يطوق قابلية انه يصير هم مايكرو ميكانيكال انترلوكينج. يعني قلنا هو كيميكال بوند وراح يصير له مايكرو ميكانيكال بوند بالاضافه لذلك، فحتى تزداد البوند سترينث مالته ويزيدون الميكانيكال بروبرتيز. مثل ما قلنا هو الكتروستاتيك انتراكشن ويا يصير ويا الهيدروكسي ابتايت مال التوث، هذا راح يصير هنا كيميكال بوند. وبنفس الوقت راح الرزن اللي راح يضيفه راح يسوي له مايكرو ميكانيكال انترلوكينج. هذا اكثر نوع اللي يستخدموه اسمه الجلاس لاينر او واتفر اي شركه يعني. هذه مال شركه دبليو بي، راح تشوفوا ان شاء الله بالعيادات بالرابع والخامس. راح يضيف لنا جريتر بوند سترينث كومبير تو كونفنشنال جي اي سي. طبعا هنا شنو الخصائص مالته؟ الميكانيكال بروبرتيز راح تزيد بس ما توصل مثل الميكانيكال بروبرتيز مال الكومبوزيت. فهو يعتبر كمرحله انتقاليه بين الجي اي سي وبين الكومبوزيت، يعني صفاته هو اعلى من الجي اي سي كمواصفات واقل من الكومبوزيت رزن. هذا تقدر تستخدمه وحده يعني راسا بالكافيتي تخليه، لو تستخدم كونديشنر اكو يجي كونديشنر مالته اللي هو بولي اكريليك اسيد تخليه على الكافيتي دقائق معين، يعني العفو وقت معين وقت قصير، يسوي كونديشنينج للدنتين، وحتى وراها تجيب الرزن موديفايد جي اي سي وتخليه. اكو نوع ثاني بعد احدث منه اجى سموه كومبومر. هذا شنو الكومبومر؟ الرزن موديفايد جي اي سي وجي اي سي اضافوا له رزن، هذا بالعكس، هذا هو كومبوزيت اضافوا له جي اي سي، يعني نسبه الجي اي سي راح تصير اقل. فشوفوا التسميه، طبعا هذا بدايه التسعينات طلع حديث يعتبر يعني نوعا ما. كومب كومبوزيت رزن كلمة كومب، وأومر مأخوذة من جلاس أينومر، فراح يعطيك الأدفانتج مال بوث مال كومبوزيت والجي آي سي، يعني موستلي كومبوزيت سم جلاس أينومر، جابوا الجي آي سي ضافوا المن للكومبوزيت. فيزيكال بيهيفير أعلى من الرزن موديفايد، راح تلقاه كفيزيكال بيهيفير، ركزوا وياي بهذا السطر، فيزيكال بيهيفير مور لايك دان اوف كومبوزيت رزن، يعني خلينا نقول صفاته اقرب للكومبوزيت من الجي اي سي. هاي هيك تقول العباره، هاير كومبرسيف سترينث هاير فليكسرال سترينث دان رزن موديفايد جي اي سي بات شنو انفيرر سترينث تو ان موديفايد كومبوزيت، يعني هو هم راح يعتبر اعلى من الرزن موديفايد جي اي سي واقل من الكومبوزيت. الكومبوزيت هو البيك اللي يجي وراه كومبومر، اللي يجي وراه رزن موديفايد، اللي يجي وراه جلاس اينومر. بس بشغله ما حلوه انه الفلورايد ريليس مالته كلش قليل، فيري ليميتد فلورايد ريليس. ليش؟ لان نسبه الجي اي سي صارت اقل، واللي يعطي فلورايد هو الجي اي سي واحنا هنا قللناها،
احنا اعتمدنا كومبوزيت ضفنا له شويه جي اي سي او او كيميكال ادهيجن همات يعني هم قليل نوعا ما ليتل اف اني توث ادهيجن اوكر وذاوت رزن بوندينج يعني يحتاج بوندينج ايجنت من راح ناخذ الكومبوزيت نسولف على البوندينج ايجنت و يعني شو اسمه يا الله يصير له بوندينج ويا التوث مو ماكو كيميكال يعني الكيميكال بوند مالته كلش ضعيف لانه ايونات الجلاس ايونامر ترتبط بالتوث لان نسبه الجي اي سي بي قليل. Thank you very much. أتمنى المحاضرة تكون مفهومة. هذا الإيميل مالتي الرسمي اللي حبي يتواصل وياي أي شيء ما مفهوم. هذا تليفوني واتساب موجود تليجرام. وهذا الحساب على الانستغرام. أي بإمكانكم تتواصلون وياي عن طريق أي واحدة من دني اللي ما مفتهم مثل المحاضرة أو يحتاج أوضح له نقطة معينة. إحنا حاضرين إن شاء الله. شكرا جزيلا.